المشروع التجريبي للمنصات متعددة الوظائف لمكافحة الفقر في موريتانيا يطلق ورشته التقويمية في نواكشوط بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للإنماء والوكالة الأمريكية للتنمية والسفارة الأمريكية. المشروع يهدف إلى تزويد المناطق الريفية بالطاقة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان في المناطق النائية، مما يسهل العيش ويدعم الاقتصاد من خلال المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل. رغم حداثة التجربة التي انطلقت في عام 2009، تمتلك موريتانيا اليوم 65 منصة مثبتة، بينها 25 تم إنشاؤها في إطار مشروع تجريبي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و40 مع شركاء آخرين مثل الجريت أو ممولة من طرف الصندوق الخاص بوكالة النفاذ الشامل للخدمات الأساسية. ويجري حاليا تنفيذ 79 منصة كجزء من التسهيل الخاص بالطاقة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. الورشة تأتي في إطار تقويم البرنامج التجريبي وتعبئة الشركاء لفائدة البرنامج الوطني للمنصات متعددة الوظائف لمكافحة الفقر، والذي تم إعداده بناء على النتائج المستخلصة من التجربة السابقة والتي استمرت سنتين حسب المشاركين. هي كانت مرحلة تجريبية نموذجية لمدة سنتين، والآن اختتام لهذه المرحلة. هذا الاختتام مكن من إعداد برنامج جديد لوطني على مستوى وطني بعد المرحلة التجريبية. إذن هذا البرنامج يكون أشمل أكثر، وسيمكن من وضع إنشاء محطات أو منصات متعددة الوظائف لمكافحة الفقر في عدد أكبر من الولايات ومن القرى المستفيدة منه. وتساعد هذه الطاقة التي يوفرها هذا المشروع السكان في المناطق الريفية في خلق فرص للعمل عن طريق استغلال المبردات والطواحين، إضافة إلى توفير الماء الشرب، وهي مشاكل يعاني منها السكان في غالبية المناطق الريفية.